وأقم التريو أو مؤتمر الأرض الذي حمل الشعار ليس لنا سوى أرض واحدة. ما الذي تحقق بعد كل هذه المدة؟ وهل الأستاذة اليوم جاءتكم لتتحدث عن موضوع من موضوعات الترف الفكري أم أنه من صلب حياتنا ومعاشنا اليومي؟ أكيد تحقق الكثير، والدليل على ذلك هو الحركة التلاميذية والحركة الشبابية التي عرفها العالم طيلة العام الماضي. تتبعتم أكيد هذه الحركية وهذه الدينامية. حتى في المغرب كانت هناك بدأ يتشكل نوع من الرأي العام الدولي. جيد، قبل أقل من أسبوع أيضا شهد العالم في إطار المنافسة الشرسة للشركات المتعددة الجنسية ما يسمى بالجمعة الأسود Black Friday. في الدول المتقدمة ما بعد الدول التي تنام فيها الوعي البيئي، نأخذ فرنسا كمثال، لم يقتن المواطن الفرنسي أي منتوج بالرغم من أنه منخفض الثمن. لماذا في نظركم؟ لأنه يعي على أن هذا يدمر المحيط البيئي. الاستهلاك فيه تدمير للموارد. إذن هناك دينامية، هذه مسألة مهمة جدا، وعلى بعد مسافة قصيرة من هنا على الضفة الأخرى من المتوسط اليوم يجتمع يعني مسؤول أكثر من 200 دولة في الدورة 25 للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية. أكيد تتابعون هذا الحدث. إذن نحن أمام الإشارة فقط، كما قلت أريد أن أوضح بعض الأمور. حينما نتحدث عن الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية أكيد تعرفونها أنتم باسم كوب 25، تتذكرون كوب 22 في مراكش. جيد، من أين جاءت هذه القمم؟ هذه الاتفاقية تم تصديق عليها في مؤتمر ريو عام 1992. إذن اليوم في القمة في الدورة 25 حملت شعار حان الوقت للتحرك، وأنا اليوم أحضر معكم لأقول حان الوقت لنموذج تنموي مستدام. ما معنى مستدام؟ هنا سأقف أيضا عند المفهوم. مستدام معناه يجب أن يتناول البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي مع مراعاة حق الأجيال القادمة. إذن هذا هو نموذجنا التنموي الذي يجب أن نراهن عليه. حضور البعد الاقتصادي جيد، ولكن أيضا البعد الاجتماعي والبعد البيئي وأيضا حقوق الأجيال القادمة. بالنسبة للموضوع سأتناول من خلال 3 نقاط أساسية يعني بعجالة: تنامي المشاكل والتحديات البيئية، ثم نموذجنا التنموي الآن إذا كان هناك من نموذج